لو الحكاية فيها إن فيديو. اسمي عبد الرب عبد اللطيف عبد الرب. بقالك قاعد هنا في وسط البلد تحديدا قد ايه؟ بقالي 30 سنة. 30 سنة؟ كنت بتشتغل ايه او كنت بتشتغلي قبل كده؟ كنت بشتغل براد فني كبس معادي، برادة وخراطة. كنا بنعمل حاجات كتير، أباجورة، علب الكهرباء اللي هي فيها العداد والمفاتيح، جميع الخطوط، حاجات كتير، شاسيه بتاع النور، حاجات كتير جدا يعني. بس طبعا يعني قعدت فيها عمر كتير، قعدت فيها اكتر من 30 سنه. قعدت فيها يعني بتاع 30 سنه او اكتر من، يعني خارج منها يعني رحتها عندي 9 سنين، خرجت منها حوالي 30 فعلا، 30 سنه. 30 سنه؟ اه قعدت فيها 20 سنه يعني. طب ايه اللي خلاك تسيبها وتتجه انك تجيب؟ والله لما ايدي اتقطعت والمكنه كليتها اصحاب العمل استغنوا. حضرتك دلوقتي بعد ما سبت وظيفتك او ما استغنوا عنك بتشتغل ازاي دلوقتي؟ والله عملت الصندوق ده وجيت قعدت هنا. بصراحه يعني جماعه بتوع الشرطه والامناء والظباط يعني تعاطفوا معايا عشان ايديا فسابوني اكل عيش. يعني انت بتشتغل دلوقتي بايد واحده اللي هي الايد السليمه؟ بشتغل اه بايد سليم، بايدي السليمه. في حد بيجي يضايقك او حد بيعمل لك حاجه؟ لا والله مش مستاهله. حد بيضايقك؟ لا الحمد لله، حتى ولا بتوع الحي ولا بتوع المباحث. عندك كام اولاد؟ عرفوني يعني كلهم يعني. عندك اولاد قد ايه؟ عندي بنت واحده اسمها رحمه في المدرسه في اعدادي، ومعايا اختي يعني معاها 3 بنات وولد بس جوزها متوفى. بالصندوق دوت بتعرف تصرف عليهم وتكمل؟ والله رزقهم ربنا بيبعتهم. يوم طيب. شغالوا 10 لا. حضرتك نفسك في ايه؟ انا بعد احيانا ما ببقاش فيه فلوس لا ناكل ولا نشرب. بس هنعمل ايه؟ نفسك في ايه وعايز ايه مثلا حد يعني؟ والله انا كان نفسي في شقه حكوميه رخيصه كده بدل السكن اللي انا متمرمط فيه ده. انت حضرتك ساكن فين او انا ساكن في حلوان. حلوان؟ في شقة ولا حضرتك سايبها؟ في شقة بس طبعا انت عارفة بتوع صحاب البيوت بيغلوا لو ما معكش تدفع تاخد ايجار؟ اه بيغلوا الايجار كل سنة. تدفع الايجار ازاي؟ انا بدفع 450 في شقة معفنة محدش يرضى يقعد فيها. وانا لو خرجت في شقة انضف منها هدفع اكتر. يعني حضرتك انا كان نفسي في شقة بقى حكومية تكون رخيصة في الايجار وهدفع ايجار. يعني هدفع مش هدفع، انا بشتغل اهون وكنت هدفع ايجار. يعني انا عاوز شقه اه حكوميه رخيصه اه بس انا عشان اقدر ادفع، انما انا متمرمط عندي اهالي اللي ما تدفع مش هتقدر تدفع اطلع خد حاجتك وامشي. اقرب حاجه بيقولها لي بضطر. انت كل اللي نفسك فيه انك نفسك في الشقه؟ اه بس يعني مش عايز اي حاجه تانية، يعني نفسي في شقه حكوميه بس. اي مساكن حكوميه يعني تسترنا، ان بعد كده ممكن ابقى مش قادر ادفع الايجار يطردونا ننام في الشارع، ما يبقاش في الشارع زي الناس اللي بنشوفهم دول. وطبعا ده امل مش عمره ما هيتحقق. مين هيجي لك ولا مين هيقول لك طب تعالى خد شقه هنا؟ ده ما بيحصلش يعني، ده كلام بنقوله بس، انما هي عمرها ما هتحصل. اه نفسك في ايه؟ نفسي في كذا في كذا، بس عمره ما هيحصل. مين اللي هيجي عشان يديني شقه؟ طب مثلا ايدك مش بتعوقك ان انت تشتغل في الشغل؟ والله حتى لو بتعوقني لازم اشتغل، انا ما اتعودتش لا اسرق ولا اشحت ولا اعمل حاجه غلط. يعني ابويا وامي مربيني اصلا على الحلال، يعني انا ما اعرفش اعمل حاجه غلط، لازم اشقى عشان اكل انا وعيالي.